بيتزا. عمود ايش طلبتي؟ ايش طلبتي انت؟ بيتزا. بيتزا؟ اخاف من المقصودين. ها؟ انت لو دايخ لو مو جيب لك حجي شلون دايخ اذا انا هذا سلام وهذا عمي ما دام انت قلت لي ايش تردي ايش تردي؟ وصلت لك البيتزا. وروح على ابويا وصلت لك البيتزا. حجينا. نعطيك فلوس الثلاجة هسه؟ حجينا. احنا قناة الفرات الفضائية. انا لا ترى لا توصيل ولا خدمة مجانية ولا كل شيء ماكو. شاكم علينا. ها انت اتصلت فالولد باع ولده. وين جماعة الفرات؟ يلا ابويا شباب تعالوا تعالوا. لا مو كاميرا خفي حجي. جماعتنا هذول كل جماعتنا. تعال ابويا تعال تعال هنا تعال هنا تعال عمو تعال بيتزا تعالي تعالي تعالوا تعالوا. بس نحصل الثلاجه لو لا هيك بس شنو على بغتك. شوف حجي احنا برنامجنا اسمه دليفري غير. يعني هو صحيح بالاضافه للاكل اكو عندنا هديه. هديه طبعا ثلاجه لكم. هسه انت دوختني تدري ولا لا؟ لا 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 هديه من عندنا من قناه الفرات الفضائيه. موفقين ان شاء الله. والله موفقين ان شاء الله. والله مشكورين على هاي المبادره الحلوه. بس ها اكو شغله تعرف راح ياذن. وانا اجيب لك البيتزا. وين هالبيتزا؟ وين البيتزا هاي؟ يلا هاي خوش هاي البيتزا عليك. جايب لكم فلوس زين. فلوس البيتزا هاي لا ابويا مجانا كلها مجانا. وتعال تعال للثلاجه مات. الله يحفظكم اخوك. حجي مرحبا. ايش الصحة؟ اجا اجا صاحبكم محمد واري محمد. ها نعمة فضيلة. سلم سلم الله. الله ما شاء الله. خير من الله. انت صاحبه؟ اي تصعد 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 تصعد. بس بس على السؤال ابو التحسين. معقول مفاجأة خفايا؟ لا لا والله إله والله عمي إله هدية من قناة الفرات الفضائية. موفقين ان شاء الله. وهذا برنامجنا اسمه دليفري غير. يعني مو توصيل واكل وكذا بالاضافة لاكل وكذا هذا. بس وقف قبل ما تروح البنية راح اسألك سؤال. ايه نتفق. اعطيك الثلاجه والدلفي ولا هذه والاكل. سؤال تفضل. شنو الشيء اللي عنده سنون وما يعض؟ يلا اذا جاوبت هذا يكون اثنين تاخذها. عنده سنون وما يعض؟ اي عنده سنون وما يعض. اترك حزوره اذا عرفته اعطيك اياه. نعم. شنو اللي ما يفيدنا يعني اللي انكسره يلا يفيد. شنو اللي انكسره يلا يفيدنا؟ لاحقني يا معود. عنده سنون والله يا وما يعض. ما اعرف. عنده سنون مشط. عفا صح والله العظيم يا عمي عليك. انت ربحت وياي انت ربحت وياي هاي الثلاجه وتستاهلها والله العظيم. وري الحلوه وانت شمات بيتزا ونزلوها. الله يرضى نزل. انا ما اقدر اشيلها. لا 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 عافيه. لا لا رجلي ما اقدر انا شويه. نزل نزل عافيه. روح نزلها نزلها. الله يحفظك. الله يحفظك مغاتي. يلا ابوي تعال اقول لك عين ابوي. هاي هو سهله صايره بالباب. تعال ابوي تعال تعال. يمك ذبها هنا. ذبها حجي. شوفه خاف. تقول خاف شو اسمه خاف. خاف تطلع مو ثلاجه حجي. خاف عبالك احنا. شيل ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. حجي شوف هذا اللون. شوف اللون. شوف اللون حجي. شوف شوف يا الباب. سبحانك يا شوف يا الباب ويا الباب جاي ويا الباب. دروح حجي جيب لنا بيض. اعطيك لها بيض. مفاجاه يا عمار. هاي احلى مفاجاه من قناه الفرات. مو تعال هنا. الله يحفظكم اغاثي. شو تقول قناه الفرات والناس اللي يشتغلون قناه الفرات وهذا يعني وشوف هذول الشباب اللي من الصبح لحد الان. اشكر هاي القناه واشكر الكادر واشكر جميع العاملين على هاي المبادره الطيبه اللي تبعث البسمه عند جميع المتلقين وعند الناس. المهم البيزا الحلوه اخذتها وثلاجه لك. والف والف مبروك لكم. وفي مال الله. اقول لك وين رايحين؟ والله ما يصير. مشكورين. في مال الله عمو. في مال الله. يلا باي 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 باي. في مال الله. في مال الله. ما عرفتها. اطلع حط الثلاجه ما اعطيك اياها ترى. والله بس غير صندوق التوفير انكسرت. طالعين عدد بيزا لا تسوي. هاي هان صحيحه وعلى ايدك. الله يسلمك. يعني من حسن حظك انه هديه لك ثلاجه هاي. اي نعم. شفت عموديه. اي نعم. والدلفري موجود مالتك. الاكل هم موجود. الله يسلمك. اثنين ومنهم عندكم هاي. بس عم عن الثلاجه صراحه شر من الله عد وما محتاجه. اوكي اكو ناس محتاجه ثلاجه محتاجه. ابدا من عندي بيها. يا ريت يعني وتفضلون علي. اي تفضلتوا علي هسه.
بلي تفضلون علي نوديه للناس المحتاجة لأحسن من العديان. شوف أضع أمكانه وأنتم هذا جهدكم وجهدهم من ماجهود. شوف الإيباء، شوف الوفاء، شوف الإخلاص، شوف ايش قد الانسان يعني اذا العلاقه بخير. طالما اكو ناس طيبه مثل هيش رجل هذا الطيب، شو اسمه ليدك؟ مهند، ابو مهند الله يسلمك، الطيب الانسان الشريف، انه هو يعني ربح ثلاجه، جت هديه ثلاجه من قناه الفرات الفضائيه، يقول الثلاجه لا ما اريدها، اكو واحد حق مني انطيه اياها. شفت حجي احنا طبعا نشكرك هوايه، ولا واحنا اوقف لحظه هسه روح ويانا وتروح ويانا على مود حتى شنو ناخذ الثلاجه للشخص اللي انت قلت محتاجها. المحتاجه لابده مني. اها رحم الله والديك. خلي اعطيك ذني الشغلات. هاي هذا البيباسي، هاي البيباسي تقول عنه البيباسي. شوف عادي جبت لك اثنين بباسي والنعم، بس اثنين قليلات. اه